الاتصالات وتقنية المعلومات منتدى مؤشرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله سواحة، وبحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز الرويس ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي. وتهدف الهيئة إلى عرض ومناقشة المؤشرات والإحصاءات الخاصة بقطاع الاتصالات و تقنية المعلومات، حيث يتضمن جدول أعمال المنتدى عدة عروض مرئية حول النتائج النهائية للدراسات المسحية التي قامت بها الهيئة مؤخرا، بالإضافة إلى حلقات نقاش حول مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدامات مشاهدينا للحديث أكثر عن منتدى مؤشرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات ينضم إلينا من مقر المنتدى موفدة الإخبارية الزميل عبد العزيز الموانع. أهلا بك عبد العزيز، ما هي أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها في المنتدى اليوم؟ شكرا للزملاء في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، حياكم الله في هذه التغطيه الخاصه من القناه الاخباريه لمنتدى مؤشر سوق الاتصالات وتقنيه المعلومات الذي يعقد هنا في العاصمه الرياض بمقر هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات. ايضا استكمالا للخبر الذي تم طرحه من خلال برنامجكم، ينضم الي في هذا اللقاء المباشر لتسليط الضوء اكثر حول الاهداف الخاصه بهذا المنتدى، ابرز المواضيع التي تم الحديث عنها من خلال ضيفنا الدكتور عبد العزيز رويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. حياك الله دكتور، شرفتنا بهذا اللقاء. أهلا وسهلا وبالمستمعين ومشاهدين الكرام. دكتور، يعني بداية أبغى أسأل عن أهمية إقامة مثل هذا المنتدى، لماذا دعت الحاجة الآن في الوقت الحالي لإحصائيات أكثر حول سوق الاتصالات، أهمية إقامة منتدى كهذا في الوقت الحالي؟ أهلا وسهلا، سؤال مهم جدا حقيقة. المعلومات الإحصائية أصبحت الآن وسيلة مهمة لقياس أداء قطاع مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه أيضا وسيلة لقياس مدى التنافسية سواء محليا أو دوليا. والهيئة من هذا المنطلق وإيمانا منها الحقيقة تقوم بجمع وتحليل ونشر هذه الإحصائيات ممثلة في مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتبادل هذه المعلومات مع المهتمين الراصدين المستثمرين وكذلك المستفيدين. فالهيئة اعتادت سنويا أن ترتب لمثل هذا المنتدى وتدعو المهتمين في القطاع وكذلك المستثمرين. أيضا سؤالي لك الثاني معالي المحافظ، الإحصائيات التي يتم مناقشتها من خلال هذا المنتدى كيف يمكن بشكل أو بآخر تدعم مخرجات رؤية المملكة 2030 وتعزز هذه المخرجات؟ مرة أخرى، المعلومات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أعتقد قطاع حيوي، لا نحتاج حقيقة أن نتكلم في هذا الكلام لأنه هو من القطاعات اللي عرضت الآن في الجلسة على أنه يمكن يكون على رأس قمة القطاعات التي فيها تغيرات كثيرة جدا ويلمسها المستفيد. وأي قطاع يحتاج إلى تنمية، مؤشرات الإحصائية الحقيقة تلعب دور كبير جدا. لا تستطيع أن تحلل الواقع ولا أن تستشرف المستقبل بدون معلومات ومؤشرات دقيقة، ومن هذا المنطلق نقوم بهذا العمل، لأن رؤية خادم الحرمين الشريفين رؤية المملكة تهتم الحقيقة بتنمية هذا القطاع ورصدت مبالغ ضخمة للنهوض بهذا القطاع حتى يلبي رؤية خادم الحرمين الشريفين. ايضا معاليك، سوق الاتصالات او قطاع الاتصالات في المملكه العربيه السعوديه قطاع ذو تنافسيه عاليه، فيه العديد من الشركات تتنافس فيما بينها في تقديم خدمات مميزه للمستهلكين. كثير من التساؤلات حول ابرز الخدمات التي ممكن تدخل جديده لقطاع الاتصالات وسوق الاتصالات، ما ابرز الجديد في سوق الاتصالات في المستقبل؟ الحقيقه يعني الابرز المستجدات هو الحقيقه المشاريع التي انبثقت في برنامج التحول الوطني. المملكة استشعرت أن البنية التحتية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يحتاج إلى تطوير، ومن هذا المنطلق الآن بدأت يعني مسيرة ضخمة في ربط المساكن بالألياف البصرية الألياف الضوئية، وكما شهدنا في خلال الفترة البسيطة الماضية يعني وصل إلى 90% مما كان عليه الوضع الأولاني، بس فقط في خلال الفترة الماضية. كذلك كان هناك تحرير لكثير من الترددات التي تحتاجها شركات الاتصالات وتقنية المعلومات،
أقامتها الهيئة في من خلال المزاد العلني للترددات. والحقيقة الجهات حكومية وعلى رأسها وزارة الدفاع كانت متعاونة معنا في هذا الخصوص. نشر أيضا الاتصالات النطاق العريض في المناطق النائية وهو مطلب حيوي الحقيقة يعني يتطلع إليه دائما المواطنون والمقيمون في هذا البلد. وبدأت أيضا مسيرة ضخمة لنشر هذا النطاق العريض من خلال اتصالات النطاق العريض اللاسلكي بما حرر من ترددات خاصة في الآونة الأخيرة. هذا ما يتعلق في البنية التحتية. وما يتعلق بالتحول الرقمي هو حقيقة أيضا مسيرة ضخمة تقودها وزارة تقنية المعلومات بالتعاون مع الهيئة في إطلاق مجموعة من التنظيمات التي تمكن التحول الرقمي بحيث يكون حقيقة فاعل. الآن نتحدث عن لم تكون هناك استخدامات شخصية فقط، لتكون استخدامات لاتصالات تقنية المعلومات تمس المدارس، المستشفيات، المدن الذكية وغيرها. من أيضا المشاريع التي ستنطلق حقيقة قريبا والهيئة مكنت لها من البداية هو بتشكيل فريق يعنى بالجيل الخامس وكذلك إنترنت الأشياء. هذا الفريق الحقيقة يمكن للزملاء في شركات الاتصالات والتقنية المعلومات بحيث يبدأوا انطلاق هذا الجيل الخامس. أعطيت ترددات تجريبية بحيث تنطلق تجارب فقط على نطاق تجريبي، ثم بعد ذلك يتلو خطة عمل لنشر هذا النطاق أو هذا الاستخدام الجديد وهو الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة. أهلا وسهلا، الله يحييك. مشاهدينا الكرام، كان هذا حديث معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز الرويس، تحدث عن أبرز أهداف هذا المنتدى، أيضا أبرز التقنيات التي سوف تدخل لمجال سوق الاتصالات في المستقبل، الأهداف المرجوة وأهمية هذه الإحصاءات وهذه التقنيات لبرنامج التحول الوطني. الآن عودة للزملاء في الاستوديو، الكلمة لكم. نعم، الزميل عبد العزيز الموينع، شكرا جزيلا لك.